الرئيس السيسي يواجه بتكامل منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل. الرئيس السيسي يواجه باستكمال دراسات ضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة. تنفيذاً للتكلفات الرئاسية، مدبولي يؤكد العمل على التوسع في توطين صناعة الدواء وتقديم الدعم اللازم للمصنعين. التاسع مساء في القاهرة، السابع بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. وخلال اجتماع آخر، وجه الرئيس السيسي باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعالمين امتداداً إلى مرسى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى، وكذلك جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية. كما استعرض السيد وزير النقل المحاور الجديدة المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة. كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة خاصة في منطقة الصعيد بخط الأقصر السد العالي. كما وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ويمثل عنصراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد عبد المجيد صقر محافظ السويس ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والمهندس وائل عبدو رئيس مجلس إدارة شركة آي بيكون. الاجتماع تناول استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث تم عرض كافة التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، وذلك سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة
لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملائمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. الاجتماع شهد أيضاً اطلاع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لاسيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف. دكتور عبد الله، يعني الرئيس السيسي وجه بأن تكون المحاور على النيل شرايين تنمية وحياة للمواطنين، كيف تقرأ هذا التوجيه؟ في البداية خلينا نرحب بحضرتك وبالمشاهدين الكرام، وخلينا نقول كل سنة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل خير وصحة وسعادة وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة بمناسبة رأس السنة الهجرية، والعالم كله بكل خير. وخلينا نقول إن ما يحدث في مصر هو إعادة رسم خريطة الدولة المصرية من جديد لدولة جديدة، بيتم العمل على عدة محاور متوازية، دايماً بيوجه سيادة الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين وإشراك كافة أبناء الدولة في المشروعات الموجودة، وبالأخص المشروعات الضخمة اللي بتدخل لمناطق كانت محرومة لفترات طويلة من عملية تنمية واستثمار زي مناطق الصعيد بالكامل. كان تم التصديق وبدأ بالفعل العمل في 4 محاور جديدة ليزيد عدد المحاور على نهر النيل ل 60 محور من 38 محور، بواقع 22 محور جديد. كان آخرهم 4 محاور، هو محور سمنود وشبرخيت ومنفلوط والأقصر، اللي بدأوا بالفعل دخول في حيز التنفيذ. دايما سيادة الرئيس بيتابع وبيوجه بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الضخمة، فمحاور التنمية دايما بتغير ملامح أي منطقة بتدخل فيها، فكافة المناطق على جانبي هذه المحاور بيتغير، بتتعمل في أماكن لزيادة معدلات الربط مع المدن الجديدة اللي تم إنشائها على طول الصعيد، سواء كانت بني سويف الجديده، الفيوم الجديده، المنيا الجديده، اسيوط الجديده، كلها تم عمل محاور بناء على توجيهات سياده الرئيس كل 25 كيلو. لما نيجي لبعض المشروعات اللي لابد من تسليط الضوء عليها زي مشروعات مترو الانفاق او مشروعات الانفاق والجر الكهربي بشكل عام، فخلينا نوضح ان تم تطوير الخطين الاول والثاني للمترو بطول 65.5 كيلو متر، واستكمال الخط الثالث للمترو المرحله الثالثه والرابعه بطول 41.8 كيلو متر، والخط الرابع للمترو لو من اهم الخطوط، وده مشروع مهم جدا. ده للربط بين مدينه 6 اكتوبر ومدينه القاهره الجديده، ودي مدن جديده، زياده معدلات الربط بينها بيزيد معدلات الاشغال وبيزيد من القيمه الاقتصاديه. كل هذه المحاور والطرق والكباري التي ذكرتها هي لدعم الاستثمار ومسار التنميه بشكل عام. دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق بكليه الهندسه جامعه بني سويف، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وذلك خلال زيارته الحالية للمنامة. وأكد شكري خلال لقائه ملك البحرين حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع البحرين الشقيقة في إطار موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج العربي. من جانبه أعرب ملك البحرين عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومشيدا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية سامح شكري في المنامة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن لقاء شكري والزياني تناول سبل الدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية المتلاحقة. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هجريا. وأعرب رئيس الجمهورية في برقيته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدقاء تهانيه القلبية وأخلص تمنياته الأخوية بالعام الهجري الجديد، سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل
وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية، وأن يعيده عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1443 هجريا. وأعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر المحرم لعام 1443 هجريا. وتقدم مفتي الجمهورية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وللمسلمين كافة. نظمت وزارة الأوقاف احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمسجد السيدة نفيسة وبحضور كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر. وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية هي حسن التخطيط واعتماد الكفاءات وتوظيف جميع طاقات المجتمع بلا استثناء أو إقصاء. بهذه المناسبة الكريمة في أربع نقاط. الأولى من دروس الهجرة النبوية حسن التخطيط واعتماد الكفاءات وتوظيف جميع طاقات المجتمع من رجال وشباب ونساء من مسلمين وغير مسلمين بلا استثناء ولا إقصاء. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء وتقديم الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال بهدف تحقيق هذا الهدف. وأضاف مدبولي خلال اجتماع عقده لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتوسع في توطين صناعة الدواء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع خطة توطين صناعة الدواء، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء تختص بإعداد استراتيجية الدولة وخطة التحرك نحو توطين صناعة الدواء في مصر. وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي لعبته شركات الدواء المصرية في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية عبر التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن هناك طموحا أوسع خاصة فيما يتعلق بأدوية بعض الأمراض التي لا تتوفر في مصر كأدوية الأورام أو المناعة وغيرها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها تسهم في تنفيذ القانون بكل دقة من أجل إنجاح هذا المشروع، مؤكدا الرعاية والمتابعة الدورية التي يحظى بها المشروع من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماع الاستعراض ومناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، أشار مدبولي إلى الأهمية الكبيرة للمشروع في تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وبما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية. وقعت مصر واليابان اتفاقية تعاون لدعم مصر ب 12 جهاز أشعة مقطعية وخمس مولدات كهربائية يتم توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج. وجاء ذلك خلال لقاء لوزيرة الصحة هالة زايد مع السفير الياباني لدى مصر نوكي ماساكي لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا. وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 273 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 15 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها مخدرات، سرقة، قتل، سلاح. وضبط معهم 143 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 47 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 622 قطعة سلاح ناري، أبرزها 73 بندقية و60 بندقية آلية و25 مسدساً و464 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و7 خزينة، إضافة ل1214 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 472,079 حكماً قضائياً بإجمالية 39,199 متهماً، من بينها 1,916 حكم جناية و 172,665 حكم حبس و 228,882 حكم غرامة و 68,616 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 10 متهمين قاموا بارتكاب 9 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 52 حادثا ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 71 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1039 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1108 متهم وبحوزتهم أكثر من 236 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 588.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 16.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 18.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 42,694 قرص مخدر و 11,315 قرص مؤثر، كما تم ضبط عدد 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 26,200,000 جنيه. أعلنت شركة مصر للطيران بدء تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين. يأتي ذلك في إطار مجهودات تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وفي ضوء الدور الهام للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية لتحقيق استراتيجية الوزارة في التنمية والنهوض بقطاع الطيران. وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا عبر الهاتف نائب وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة غادة شلبي. أستاذة غادة، بعد التحية، كيف تري دور الدولة المصرية بشأن القطاع السياحي من خلال إجراءاتها الاحترازية والوقائية لاجتذاب الحركة السياحية الوافدة مرة أخرى؟ أهلا بحضرتك. هو طبعا يعني مرينا الفترة اللي فاتت بإجراءات كتير للإطمئنان والتأكد من جاهزية المنشآت السياحية والفندقية
وخاصة في يعني مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. احنا الحقيقة الفترة اللي فاتت وعلى طول السنة الماضية كان عندنا زيادة شهرية في أعداد السائحين الواصلين، وانتهت الحقيقة بالخبر الإيجابي بموافقة الجانب الروسي على استئناف حركة الطيران المباشر إلى هذه المنتجعات السياحية. كيف بكرة إن شاء الله نبدأ يعني بداية الطيران المباشر، وده طبعا حقيقة خبر جيد جدا للتوين، للمصري والروسي في نفس الوقت. صحيح. كيف أيضا من الممكن أن يسهم إعلان شركة مصر للطيران في إعادة تنشيط الحركة السياحية في مصر بشكل عام بعد أن تأثر القطاع عالميا بسبب جائحة كورونا؟ طبعا الشركة الوطنية هي يعني الذراع الأكبر لنا في تنشيط حركة السياحة أزول، فإحنا بالتالي بنعتمد عليها بأنه يعني تقدر أنها تسير طيران مباشر إلى المقاصد السياحية المختلفة. بداية طيبة جدا جدا لاستئناف الطيران المباشر على خطوط الطيران الوطنية، ودي حاجة الحقيقة افتقدناها الفترة اللي فاتت، وبالتأكيد هتساهم في حجم في نقل حجم أكبر من السياحة الروسية إلى يعني ما مرة أخرى إلى مصر. طبعا طبعا. أستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، شكرا جزيلا لك. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل ثقته بالرئيس التونسي قيس سعيد، لافتا إلى توافق في مواقف الاتحاد مع مؤسسة الرئاسة. وخلال لقاء إذاعي طالب الأمين العام المساعد للاتحاد الشغل التونسي حفيظ بضرورة إعادة النظر بالنظام السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة في تونس، موضحا أن هناك العديد من الملفات الاجتماعية التي تستوجب العمل عليها. وفيما تتواصل عمليات التطعيم المكثف للتونسيين ضد فيروس كورونا في شتى أرجاء البلاد، تفقد الرئيس قيس سعيد أحد مراكز التطعيم واطلع سعيد على سير العمل فيه والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانا لحسن سير عملية التلقيح. وخلال الجولة أكد سعيد أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة، مشددا على أن الشعب التونسي سيبقى مرفوع الرأس أينما حل. وما أسعدني بأن أرى أمامي جنديتين عازمتين قويتين ثابتتين لا تتراجع أبدا إلى الوراء. النصر، تلو النصر، تلو النصر حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم، وحتى لا تكون تونس لعبة سائغة أو لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض. وسنخلص تونس من كل الأدران التي علقت بها، وسيكون التونسي مرفوع الرأس حيثما حل. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم، وجاء ذلك خلال اللقاء الكاظمي عضو مجلس النواب العراقي عدنان الظرفي، حيث تم التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 10 أكتوبر القادم، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية بالرياض سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك، وكل من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلام الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الحكومة اليمنية ستقدم كل العون والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الجديد هانس غراندنبرغ، حيث تم استعراض الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث الأممي في مختلف الجوانب. أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، وفي بيان لها قالت الخارجية أنها رصدت تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين إثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تيغراي، وذلك بدواعي عدم حياده واحتلاله لأراضي إثيوبية. وبحسب البيان، أضافت الخارجية السودانية أن الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقاتها بالسودان، مشيرة إلى أن اهتمام الخرطوم بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزام السودان بالسلام والاستقرار الإقليمي. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها. تخفيف قيود السفر إلى بريطانيا يدخل حيز التنفيذ، والقرار الجديد يطال مواطني 7 دول. وفق حصيلة جديدة أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 4,280,000 شخص حول العالم. كما أصاب الوباء العالمي أكثر من 202 مليون، وذلك منذ نهاية ديسمبر منذ عام 2019. ووفق الإحصائيات، فقد سجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات، حيث وصل لنحو 616,000 وفاة، تلتها البرازيل ب 562,000، ثم الهند في المركز الثالث بنحو 427,000 وفاة جراء كورونا. وفي بريطانيا، دخلت التغيرات الجديدة بشأن قيود السفر التي حددتها الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا حيز التنفيذ. ووفقا للقرارات الجديدة، تمت إضافة 7 دول إلى القائمة الخضراء، والتي تعني أن المسافرين الوافدين من تلك البلدان ليسوا بحاجة للخضوع إلى حجر صحي بغض النظر عن وضع التلقيح الخاص بهم. في عالم شهد الكثير بسبب كورونا، يتغير الحال يوميا طبقا للمتغيرات والمتحورات، من الإغلاقات إلى القيود على السفر والحجر الصحي مرورا بحملات التطعيم. في بريطانيا، دخلت التغييرات الجديدة بشأن قيود السفر التي حددتها الحكومة حيز التنفيذ، حيث تمت إضافة 7 دول من بينها ألمانيا إلى القائمة الخضراء، والتي تعني أن المسافرين الوافدين من تلك البلدان ليسوا بحاجة للخضوع إلى حجر صحي بغض النظر عن وضع التطعيم الخاص بهم. كما انضمت كل من الهند وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط إلى القائمة البرتقالية، والتي تضم دولا لا يخضع القادمون منها لحجر صحي شريطة حصولهم على الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما يتعين على الوافدين القادمين من الدول على القائمة الحمراء قضاء حجر صحي فندقي لمدة 10 أيام. ومن المناطق المدرجة على هذه القائمة المكسيك وجورجيا وإقليم لاريونيون ومايوت الفرنسيان. وسمحت الحكومة البريطانية الشهر الماضي للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما عدا فرنسا، الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا دون الحاجة للخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام، وذلك عند وصولهم. وتعد بريطانيا من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، لكن الحكومة خففت القيود تدريجيا مع تزايد أعداد الذين تلقوا اللقاح على أراضيها وانخفاض حالات دخول المصابين بكورونا إلى المستشفيات. أعلن رئيس مؤتمر الأطراف المناخي 26 ألوك شارما أن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ المتوقع صدوره الاثنين سيتضمن أشد تحذير يوجه حتى الآن حول دور السلوك البشري في ارتفاع حرارة الأرض.
وقال شارما إن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيوجه أشد تحذير تم إصداره حتى الآن بأن السلوك البشري يسرع الاحترار المناخي بشكل مقلق، مشددا على أن المؤتمر حول المناخ المقرر عقده في غلاسكو في شهر نوفمبر المقبل سيكون حاسما. فر الألاف من منازلهم بجزيرة إيفا اليونانية مع احتدام حرائق الغابات وتعذر السيطرة عليها لليوم السادس على التوالي، في حين استعدت العبارات لمزيد من عمليات الإجلاء بعد نقل كثيرين إلى مناطق آمنة بحرا. وتراجعت حدة الحرائق التي كانت تهدد الضواحي الشمالية لأثينا في الأيام الأخيرة بعد أن أتت النيران على عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات وعبر القطاع الشمالي، مما أجبر السلطات على إخلاء عشرات القرى. اتسعت مساحة حرائق الغابات في محمية سيميدوفيتش الواقعة بجمهورية موردوفيا وسط روسيا إلى 3000 هكتار، وتواجه عملية إطفاء الحرائق صعوبات بسبب الأجواء السيئة ووعورة المنطقة وتكدس جذوع الأشجار المحترقة التي خلفتها حرائق نشبت في المنطقة قبل 10 سنوات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021-2022، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت أنه تمت زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6% لتصل إلى 275 مليار و600 مليون جنيه، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8% لتصل إلى 388 مليار و200 مليون جنيه. أعلنت وزارة الموارد المائية والري تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إطلاق كميات إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر. نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي نشب من مركب السياحي عمر الخيام بالزمالك، وأعلن محافظ القاهرة تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب التي أدت للحادث. وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالمركب السياحي عمر الخيام بالزمالك، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات. اختار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربي. وقالت رئيسة المجلس مشيرة أبو غالي أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تابع بكل اهتمام وتركيز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجا على رأس أولويات أجندة عمله اليومية. نظمت قافلة طبية لكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية الهوارية في منطقة العامرية غرب الإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال منسق القوافل الطبية بالإسكندرية أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الهامة، وأنه في حالة احتياج المريض إلى التدخل الجراحي يتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية لعمل العمليات التي يحتاجها المريض. تمكنت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية الكركات ببيلة بمحافظة كفر الشيخ من إجراء كشف طبي على 1500 متردد على يومين من أهالي القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأثنى محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على الفرق الطبية المشاركة في القافلة، كما أثنى على استجابة أهالي قرية الكركات وتوابعها بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية في 12 تخصصا بالإضافة لصرف العلاج مجانا.
أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية بقرية أبو خرص بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط. القافلة تستمر على مدار يومين وتضم 10 عيادات متنقلة للكشف على المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم في تخصصات منها الجراحة العامة والأسنان والعظام، فضلا عن عيادة مجهزة للكشف عن الأمراض المزمنة كأمراض ضغط الدم والسكر، كما تضم معملا للتحاليل وأجهزة أشعة وصيدلية يتوفر بها 80 صنفا علاجيا بالمجان. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة الطبية بقرية قسطول في أسوان. وضمت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ليتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان. كما قامت القافلة الطبية بتحويل عدد من الحالات التي تستوجب إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، وأعرب الأهالي عن شكرهم للرئيس السيسي لإطلاقه المبادرة التي وصلت إلى القرى والأماكن النائية. والآن مشاهدينا موعدنا مع الجولة الاقتصادية ودينا فكري. أهلا، شكرا سحر وآية، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 333 لسنة 2021 بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام. في إطار توجيهات الدولة لصرف مقررات السلع التموينية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف 50% من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري وحتى الآن. وأكدت الوزارة أن شركتي الجملة العامة والمصرية تضخان يوميا حوالي 4000 طن سكر وما يقارب 3000 طن زيت، مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يومياً. أعلنت الحكومة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن. وأكد وزير الزراعة السيد القصير أن الصادرات بلغت 4,330,992 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 750,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية. وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710,478,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 10,738 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 2,878 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3,859 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.63 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.
وسجل اليورو 18 جنيها و39 قرشا للشراء و18 جنيها و54 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني الى 21 جنيها و69 قرشا للشراء و21 جنيها و87 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، وصل الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و25 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. أعلنت شركة أرامكو السعودية أن أرباحها في الربع الثاني من عام 2021 تضاعفت نحو 4 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب. وأوضحت الشركة السعودية أن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25 مليارا و500 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة ب6 مليارات و600 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2020. ختام أخبار المال والأعمال وعودة إلى آية وسحر، إليكما. شكرا زينة. شيعت عقب صلاة الظهر جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس إلى مدافن العائلة في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر. جاء ذلك وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، حيث حرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة على توديعها لمثواها الأخير. يصبرهم ويقويهم على اللي هم فيه بصراحة، يعني حاجتين ورا بعض فات شهرين، بس ربنا معاهم في اللي هم فيه. الله يرحمها، وكفنانة كلكم عارفين قدراتها ايه. لا لا لا، انا بحبها كإنسانة، كانت إنسانة عزيزة عليا جدا. شدوا حيلكم، ويعني ودي إرادة ربنا ولا مفر منها. يعني بقال الله ربنا يصبر دنيا وإيمي وحسن ورامي، وبقال الله وربنا يجمعهم إن شاء الله على خير. شكرا جزيلا. الله يرحمها ويغفر لها ويصبر ولادها، كانت إنسانة ملهاش أي أعداء، وإنسان دمها خفيف جدا جدا، وربنا يصبر ولادها حقيقي. يعني قريبوا معاهم دقيقة بدقيقة، ربنا معاهم يا رب، وربنا يعزيهم يا رب. ربنا يرحمها ست زي الفل، وأظن ده واضح، مفيش حد ما بيحبهاش، ربنا يلحقنا بيها الخير. رحم الله الفنانة دلال عبد العزيز. ونتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعافيها مرة أخرى مع دينا. إليك. شكرا لكما. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. أهلا بكم من جديد، والبداية مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اختتام أولمبياد طوكيو 2020، والتي انطلقت خلال الفترة من 23 من يوليو وحتى 8 من أغسطس. وسلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال حفل الاختتام. وبتسليم العلم إلى عمدة باريس، تنتقل شعلة النسخة 33 من الأولمبياد إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف منافساتها في عام 2024. سطرت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو تاريخا غير مسبوق، بعد أن حصدت 6 ميداليات في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1928. وحصدت مصر الميداليات 6 عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف وأحمد الجندي في الخماسي الحديث، وهدايا ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه. Ladies and gentlemen, the anthem of Egypt.
لحظة تاريخية في عمر الوطن بعد عزف النشيد الوطني في أرجاء صالة نيبون بودوكان المغطاة في العاصمة اليابانية طوكيو، ورفع العلم المصري عاليا في مشهد يثبت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحقيق الإنجازات ومزاحمة الكبار في مختلف المحافل العالمية. نجاحات نالت إشادة وتقديرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لطالما حرص على توفير كل سبل النجاح كافة لأبناء الوطن في مختلف المجالات. 6 ميداليات أولمبية هي أكبر حصيلة للمشاركات المصرية بالأولمبياد، بالتأكيد أبرزها ذهبية منافسة الكاراتيه والتي توجت بها البطلة فريال أشرف كأول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحصد الذهب في منافسات اللعبة القتالية. ولا يمكن أن نغفل أن أول ميدالية في الكاراتيه كانت من نصيب البطلة جيانا فاروق، والتي توجت ببرونزية وزن 61 كيلوغراما. وفي منافسات الخماس الحديث نجح البطل الأولمبي أحمد الجندي في حصد الميدالية الفضية ليمنح مصر أول ميدالية في اللعبة. أما في منافسات المصارعة توج البطل محمد إبراهيم الشهير بكيشو ببرونزية وزن 67 كيلوغراما ليواصل سلسلة إنجازات الفراعنة في الأولمبياد. نجاحات أخرى حققتها البعثة المصرية في لعبة التايكوندو بعدما نجح البطل سيف عيسى في إحراز برونزية منافسة وزن 80 كيلوغرام، كما حققت اللاعبة هدايا ملاك الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات وزن 67 كيلوغراما. حضور قوي كذلك سجله المنتخب الوطني بعدما حل رابعا في منافسات كرة اليد، ونجح في التغلب على كبار منتخبات أوروبا خلال مشاركته في الأولمبياد بعدما تغلب على منتخب البرتغال في دور المجموعات وفاز على الماكينات الألمانية في ربع النهائي ليحجز مكانه في المربع الذهبي ضمن أفضل 4 فرق في العالم. مشوار رائع دفع الاتحاد الدولي لكرة اليد لاختيار نجم منتخبنا الوطني يحيى خالد ضمن التشكيلة المثالية. أداء قوي ورجولي وإنجازات حققتها البعثة المصرية في ألعاب عدة خلال دورة طوكيو، ونالت الإشادة والثناء من المؤسسات الرياضية الدولية والعالمية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ شريف عبد القادر. يعني بعد التحية ومبروك لمصر، كيف شاهدت إنجاز البعثة المصرية في الأولمبياد والنجاح ب6 ميداليات؟ طبعا نجاح غير مسبوق منذ عام 1928. بحيي حضرتك وبحيي مشاهدي التلفزيون المصري. بالتأكيد يعني ساعدنا وحاجة تدعو للفخر الإنجازات الرياضية اتحققت في أولمبياد طوكيو، وده إنجاز يضاف للإنجازات اللي بتعيشها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنشائيا. بالتأكيد الميداليات زي ما قلت حضرتك في المقدمة إنجاز تاريخي للرياضة المصرية لم يتحقق منذ عام 1928. 6 ميداليات متنوعة، ذهب وفضة و4 برونز. بالتأكيد كان في ميداليات كنا متوقعينها زي ميدالية سيف عيسى وميدالية أحمد الجندي وميدالية جيانا فاروق المفاجأة وكيشو، لكن ميدالية فريال أشرف عبد العزيز دي مفاجأة البطولة ومفاجأة دورة الألعاب ومفاجأة البعثة المصرية. أيضا تكرار هدايا ملاك لفوزها بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد برونزية ريو، ده كان مفاجأة كبيرة جدا لأنها غيرت وزنها وكانت بعيدة شوية عن التمرين. تمام. وكانت حاصلة على الميدالية البرونزية بصعوبة في كل أفريقيا. أستاذ شريف، إزاي نقدر أن احنا نبني على هذا الإنجاز وزيادة عدد من الميداليات خصوصا في الأولمبياد القادمة؟ أولا لازم نقيم تقييم علمي وموضوعي للأداء البعثة والألعاب اللي نجحنا في تحقيق ميداليات فيها والألعاب اللي حققنا فيها أرقام قياسية زي ما حضرتك كده، أو حققنا فيها نتائج جيدة زي كرة اليد المركز الرابع في الأولمبياد، زي عمر عصر مركز خامس في تنس الطاولة، زي محمد تولي اللي لعب خد البطولة وهو مصاب بالرباط الصليبي في المصارعة ومركز خامس، زي دفع الجلة، زي الرمح، ألعاب كتير حققت إنجازات جيدة جدا. لازم أولا نركز على الألعاب دي والألعاب اللي فيها نزال، لأن الألعاب دي هي الألعاب اللي بتقدر مصر تحقق من خلالها ميداليات، ونهتم بها جدا وعندنا الوقت ضيق جدا لأن فاضل 3 سنوات بس
إعداد بطل أولمبي بيحتاج على الأقل 4 سنين كاملة لحصول على ميدالية أولمبية. نعم. يعني أهم حاجة بالنسبة للرياضي الوصول للأولمبياد، الشرف للوصول ثم الحصول على ميدالية. بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ شريف عبد القادر. أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيترك نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن أكد الفريق الكتالوني أنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب بدون أن يعرض مستقبله للخطر. وخلال مؤتمر صحفي في استاد كامب نو ملأته الدموع، لم يكشف ميسي عن وجهته المقبلة، وأكد أنه لم يتفق بعد مع أي ناد للانضمام إليه، وذلك على الرغم من ورود تقارير تؤكد أنه في طريقه للانضمام لباريس جيرما الفرنسية. ختام أخبار الرياضة وعودة إلى سحر وآية، إليكما. شكرا زينة. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هند رستم التي رحلت في 8 أغسطس عام 2011 تاركة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما. الفنانة هند رستم من أبرز نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية، وقفت أمام عمالقة الفن وتنوعت أدوارها بين السيدة الأرستقراطية والبنت الشعبية والصعيدية. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والأحوال الجوية في هذه النشرة. نعود فيها مرة أخرى مع دين. شكرا لكما. وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 37-25، الإسكندرية 32-25، مطروح 21-25، بورسعيد 32-26، والإسماعيلية 37-24. ننتقل إلى محافظة السويس 37-25، العريش 33-25، طابة 36-27، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28، الأقصر 45-28، أسوان 45-29، الوادي الجديد 43-27، شلاتين 39-30، وحلايب 37-32. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Please, darling.
بهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه باستكمال دراسات ضمان التطبيق. الرئيس السيسي يوجه بتكامل منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل. الرئيس السيسي يوجه باستكمال دراسات ضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة. تنفيذا للتكليفات الرئاسية، مدبولي يؤكد العمل على التوسع في توطين صناعة الدواء وتقديم الدعم اللازم للمصنعين. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسيني. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا ايه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيب. عام هجري جديد ان شاء الله. والله بكره سنة هجرية جديدة تبقى سعيدة علينا جميعا ان شاء الله. يا رب باذن الله. يا رب. موضوعاتك ايه النهاردة؟ والله في حاجات كتير، يعني تقدري تقولي كده مثلا من ضمن الحاجات هي اصداء حلوة. اصداء دي صح؟ تجيب تمشي كويس. اصداء فقرتنا امبارح مع حبيبة طارق، يعني اللي هي صاحبة الواقعة بتاعة جامعة طنطا وما إلى ذلك، وفي تعليقات جديدة من حبيبة وفي تعليقات من المهندس نجيب ساوير، في حدوتة والله. فببقى سعيد لما بلاقي دايما في أصداء للشغل بتاع امبارح. بالقطع النهاردة كمان معانا فقط وحصريا في التاسعة فريال، بطلة مصر، بطلة الكاراتيه، صاحبة الذهبية في الأولمبية، موجودة معانا من طوكيو إن شاء الله، مش مكالمة ولكن هتبقى موجودة معانا طبعا عبر الفيديو كونفرنس لو صح التعبير، بقى زوم، مش عارف سكايب، الحاجات دي انا مش داخل فيها قوي. هيبقى في معانا ايه كمان يا يوسف؟ والله ما انا فاكر الحلقه ما شاء الله متخمه ما اقولكوش. عامه كفايه يعني خلاصتها ان الستات قادمات. انا ملاحظ الموضوع ده ان شاء الله وقلقان منه قوي. لا هما يعني مش قادماتهم على طول متواجدين السيدات صراحة. لا ما شاء الله حاجة تفرح، بس يعني سيبولنا مكان، ما فيش داعي نرجع البيت لأن نفسنا قاعدين بنشتغل تريكو، حضراتكم بتشتغلوا، سيبولنا مساحة يعني. احنا اخواتكم الصغيرين، هنسيبك لموضوعاتك ونتابعك باذن الله. شكرا جدا ليكم. شكرا يا صحة، شكرا يا آية، شكرا لكل صناع التاسعة. نستأذنكم نبدأ فقراتنا.